أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية الشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع البنك الدولي في العديد من المجالات، والتي تكللت بتحقيق العديد من النجاحات، من ضمنها مشروع توصيل الغاز للمنازل والذي ساهم البنك في تمويل جانب منه. جاء ذلك خلال استقباله بول نومبا المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز وخفض الانبعاثات والتعدين. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات لخفض الانبعاثات التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ كوب 27 السابقة.